يعطيكم العافية. الأستاذ كيفك؟ وين ساكن؟ صلاح الدين. شو بقى بنايتكم؟ والله نحن ما بنعرف شيء، يعني طلعنا بس ما امبارح رحت على البيت طمنت هيك عليه وجبت اغراض، بس البناية فاضية بس ما بنعرف ايش فيه، يعني ايش فيها بقى، بدها مهندسين يجوا يطلعوا عليه حتى يبين. عند اخوي من مشهد. انت شو عندك اولاد؟ عندي 2 شباب وست بنات. الشباب متجوزين يعني وبنات متجوزين، صف عندي بنتين. انت وبنت بنتينك تنتين ومرتك قاعدين بالبيت. هلا كم يوم؟ صرنا اسبوع تقريبا هلا. تقريبا ايه، من يوم الاثنين. يعني اليوم جمعه، من يوم الاثنين طلعتوا؟ ايه. هلا عم تروح على البيت بطلت، البنايه فاضيه، بنات جمكم فيها شيء؟ والله الجمنا كمان فاضيه لحوالينا تقريبا، وفي عالم بس اغلب بنايتنا يعني حارتنا بشكل عام تقريبا فاضيه. يعني انا امبارح شفت بالشعار، شفت بالصالحين، حارات كلها فضيت. نحن بحاره بالحشكل. ايوه محلي الحج اللي جيت لعنا على الحاره بزمانات واعطيتها مصرات. ايش اسمها؟ ايش اسمها الحج؟ نسيت اسمها، بكلمة ذكرى. طيب حارتنا هدية بسيطة مقدمة من برنامج الناس لبعضها، 500,000 ليرة. الله يجزيكم الخير. راسي يا أستاذ، أنا من زمان مشتاق أشوفك. والله حبيبي الحمد لله على سلامتكم. شو عم نعمل بالحديقة هون؟ احكوا لي. عم نلعب. ها؟ عم نلعب. عم تلعبوا؟ بس مو برد؟ أعمل لك معك مقابلة؟ مرحبا أمو. وين بيتكم أنتم؟ مرحبا أمو. صلاح الدين. ها؟ صلاح الدين. صلاح الدين، أهلين. مرحبا أمو. أهلين. وين 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 عيلتك انت؟ وين بركين هنيك؟ بركين هنيك؟ اكيد جاي. آه؟ احنا منتابعك. رجعتوا على البيت؟ رجعنا على البيت وبعدين رجعنا جينا لهون. ايه يعني عم ندخل ونطلع. لان نحن بنضل شوي هون وبنروح على البيت وبنرجع بنجي. ايه بروح على البيت. عم تناموا بالبيت؟ ايه. ها؟ اوقات بالجامع. يعني لازم نعود مع بعض. تناموا بالجامع؟ ايه اوقات يعني بس امبارح نمنا بالبيت، كنا عم ننام بالجامع. كنتوا عم تناموا بالجامع، هلا رجعنا على البيت شوي. ها؟ وين بيتكم؟ صلاح الدين. مرحبا. اهلين استاذ شادي. الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. وين رايح؟ على البيت. ها؟ على البيت. وين بيتك؟ سيف الدولة. شو الوضع هنيك؟ ما في شيء الحمد لله. امور منيحه الحمد لله. يلا سيدي الله يقويكم. سلام عليكم. في ناس احق مني. في ناس احق مني. في ناس احق مني. طيب انا بدي اطلب منك طلب. معلش. ايه تفضل. عن طريقك. ايوه كون انت عم تقول لي في ناس احق مني. ايوه تمام. 500,000 توزع بمعرفتك هي من برنامج ناس لبعضها. ما شاء الله يرزقك. تمرنا بشيء؟ على راسي. أنا بدي هلا يجيني مصراد أروح مشفى الرازي أوزعهم كمان. يلا الله يجزاك. الله الله يزيدك. السلام عليكم. أنتوا عم تناموا هون بقلب السيارة؟ إيه. ها؟ وين بيتكم ليش؟ بكلاسة. بناية انهدت؟ يعني ولا؟ والله راح صافية بس. ها؟ راح صافية صاف أوضة. بس ايه مش عشان الدواد ما عم سجل. الدواد هيك مش عشان فما عم سجل. كم يوم انت؟ هذا ابنك؟ هذا ابني. كم ولد عندك؟ عندي 5. 5 ها؟ هي واحد منهم وهذا اخت ثاني. في حدا نايم هلا؟ لا في 2 جوا بالسيارة شباب. هن بالسيارة. هذا مو ابني، 2 في قدام 2 هون 3. كم يوم صلكم على الحالة هيك؟ يعني وقت الزلزال بالليل هالمطر. ما رحت على المراكز الإيواء؟ فتحت مراكز كثيره. هلا في هون مراكز بال ايش اسمه جوا بالحديقه. ايه بالليل احيانا ما بروح احيانا ما بروح. الله يخليك يا عمي. الله يسلمك. ان شاء الله هيك بتعدي هالمصيبه على خير. ان شاء الله على الجميع يا رب.
هدية بسيطة من برنامج الناس لبعضها 500,000 ليرة. الله يرزقك. الله يخليك عيلتك. مرحبا يا أختي. أهلين. كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. مع السلامة. الله يسلمك. وين بيتكم؟ بيتنا بالفردوس عند جامع الجيلاني. صار شيء بالبناية؟ إيه خرب بيت. طب بيت؟ إيه. طلعنا برواحنا بس. طلعنا برواحنا وغرضين يعني. نحن ثلاثة عائلة واحدة. أنا وأختي وأختي ومعك ابني وحرامي. هلا حنا حنا نزلنا الأولاد قبل ما يطلعن شيء. مين نيم هون؟ ابني الثاني توأم هدول. إيه. إيه. كم ولد عندك؟ توم. بس وينه جوزي؟ جوزي متوفي. نحن ثلاثة حرامي. البيت اللي كنتوا فيه كم مين كان ساكن فيه؟ أنا وولادي ومعي ولد. أيوة. روحنا لبنايكم. البناية نزلت على الخالص؟ أيوة. عن جامع البشير. أيوة. طيب ليش ما عم تروحوا على المرا؟ هون جوا الحديقة في خيام، في مراكز إيواء. ليش ما تروحوا؟ حطونا إياهم إن شاء الله هلا الساعة 6 وعدونا ننزل. تروحوا لهنيك تنتقلوا. أيوة. أي أفضل يعني بيكون. برد لأني بالليل برد. والناس عم يعني عمل خير منيح عم توزع على العالم. الله يعطيهم العافية. أه؟ إيه إيه. أعطونا كثير شغلات يعني لبس للأولاد حرام. طيب نحن مبدئيا رح نقدم هيك هدية بسيطة من الناس لبعض البرنامج. الله يعزكم. لا لا بالعكس هذا واجب، بس أنا بدي نبحث عن أجار بيت، يعني نشوف لنا شيء بناية. والله منكم ممنونين لإلي. تكون تمام وكذا، أنت وأختك بال. إيه. بمعنى أمي عمرت 68 سنة بس هي بالحمام. هلا أنا أبو النور مين؟ هي 500,000 لك 500,000 لاختك، هي 1,000,000 ليرة. الله يجبرنا خاطرك. بدنا هلا اليوم اوكي نمنا بالخيام زبل، بس اهم شيء اذا قدرتي تبحثي عن بيت اجار يكون كثير منيح. بعرف كل الابنيه خلوها والمناطق واجارات صارت غاليه وكذا. عليكم والله قبل الزلزال بيوم امي عمرها 68 سنه طلعانه من مشفى صار لها 3 ايام. حب تقول استجابي الصراحه. انت دعوتي المستجابه. الله ببعثنا فورا والله. يعني كان امسيار شفتك بالفيض تمنيت احكي معك، بس يعني خلق كثير كان ما حسيت. هلا نحن بنجي لعندك. الله يجبرك تجي لعنا، نحن بنجي لعندك. الله يعطيك العافيه. عم تحكي وان شاء الله ازمه. الله لا يحرمنا وجودكم. السلام عليكم. انا بنزل عندكم. الله يرحم عيون امك. الله يسلمك. وين بيتكم؟ بيتنا بالسكري. شو الوضع هني؟ الوضع دمار حواش، عم نخاف من هنيك. يعني انت بيتك عربي هني؟ لا طوابق. فينا طابق؟ الرابع. شو الوضع؟ نزلت البناي؟ جبنا هذول اول مخلق ليه ما بعرف، فضوها شوي. ايش؟ فضوها خلوها يعني لبين. اخلوا البناية بس. اخلينا البناية وانا عندي بنت ارملة بيريك عنده. ايه. بقيان يعني انت ابو ايش بقولوا لك؟ ابو رحمه انا. ايش؟ ابو رحمه وحشي. ابو رحمه. ابو رحمه انت وام رحمه بقيانين يعني بس لحالك. وعندي عسكري. عندك عسكري. بخدم شرائب. ايه. الله يجعلكم دايمين. اللي ربك يا شادي. من وقت ما صارت الهزة والزلزال وانتوا طلعتوا. عرفنا البيض جينا لهون. ريك دير رقد لهون. وين نطمن على الولاد هون والأرملة؟ وين البيت هونيك؟ عرفنا وضلينا جايين لهون. أبو رحمه ما عندك غير الصبي وبنت؟ عندي صبيين، اثنين بتركيا وعندي بنت استشهدت هون أيام الحرب. ضرب القناص في راسها هون. طيب. الله يجعلكم دايمين. الله يسلمك. الله يسلمك. هدية بسيطة من برنامج ناس لبعضها 500,000. الله يرزقك. خلي ربك يا ابو جوس والله. الله يرزقكم ويجيب لك الخير ويقويك. تأمرنا بشيء؟ لا ما منا غير الخدمة والله. الله الله يحببنا بالكويسين. امين يا رب. سلام. الدنيا ما يخلياني. السلام عليكم. على راسي يا عمي شاد. ان شاء الله الف صحه وهناك قلبك. منين طالعين انتو؟ من الصالحين. من الصالحين. نزل البناي؟ لا ما نزل بس شوي يعني، بس الورانا نزلوا. ايه خايفين بنطلع. انت بهي الترطيره عم يعني وين عم تناموا؟ طيب مننام اوقات هنيك جنب بيت اختي بالبستان. ايه بيت الارضي. ايه كم ولد عندك؟ يعني هاي ولادي وهي بنت اخوي. وينها؟ هاي بنت اخوي شهيد عندي هي، اما بتجوزي. وهي الترتيرة عليك؟ ايه. يلا سيدي الله يجزاك صحة وهنا يا روحي. صحة وهنا، إذا أنت أكلت كأنه أنا أكلت. إي والله. أين طابق بيتك؟ أول.
اول بس نحن من رابع عمل بنطلع من البيت طلعنا. بنايتك فيها شيء اجوا كشفوا عليها شيء؟ ما حدا اجى كشف عليها لسه لاني عم بشيلوا الورونه اللي خربوا اخر نزلت الصالحين. عرفتها عم بيحك انت؟ ايه ثلاث بنايات هيك مع بعضهم طبوا. يلا حمد على سلامتك. الله يسلمك يا رب. هي هديه من برنامج ناس لبعضها 500. الله يرزقكم يا رب. السلام عليكم. الله يرزقك يا عبد الله. يا رب يا علي شوف عبدك. وقعت؟ السلام عليكم، مرحبا، كيفك؟ بس شادي. انتوا عم تناموا هون؟ ايه. ليش ما رحتوا على مراكز اللواء؟ لانه ابن رفيقتي مريض. اه؟ ابن رفيقتي مريض. ايه. ايه معه صار ما بيقدر اذا حس بهزه او شغله ممكن. انتوا عائلتين، انت بالاساس وين كان بيتكم؟ نحن بيتنا بصلاح الدين. اين طابق؟ اول، بس طبطب شوي من السقف انه ما وقعت فيها امان، يعني في فسوخه في هذا، اذا ما شافته السلام العامي ما بأمن. صحيح. لسا ما اجوا كشفوا. يعني عم بيعملوا احصائيات هلا رح يطلعوا. وصلوا عنا. طابق اين؟ اين طابق؟ اول. اول. بناية كلها فضيت؟ طبعا. اكيد يعني. الابنية جنبكم ضعضعت شيء كذا؟ هلا في ابنية طب منا بلاكين، طب منا. في هون كمان كم بناية بجنبنا لهون طبت كلياتها، وفي وحدة فارقة عنا عن البنايات بدها تقع. ايه ايه. يلا حمد على سلامتكم. الله يسلمك. هي هدية بسيطة من برنامج ناس لبعضها 500,000. وين بيتك حجي؟ شارع الشرعية. وين؟ شارع الشرعية صلاح الدين. نزلت البناء؟ لا متشققة بس من الأرض. حاسوا البناء ولا لسه؟ لا لسه. أنت أين طابق بيتك؟ نحن ثالث. شو من وقت ما صار الزلزال هلا طلعتي؟ إيه طلعنا رحنا على الجامع بعدين وقفنا بالشارع ضلينا للساعة 1 بالليل قمنا ردينا رجعنا يعني على الجامع. حواليهم عملناهم هون كمان الحيط السقف كله الشاصر. صلاح الدين وانا ارمله وعندي اولادي عند البيت انا وبنتي. كم واحد كنتوا بالبيت؟ نحن اربعه وانا جيت لعندهم انا اختها جيت لعندهم كمان باركت معهم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. هديه بسيطه من برنامج ناس لبعض. الله يرزقكم يا رب. اهلا وسهلا بك. اهلا انت مش هذه حلوه؟ نعم. كيف حالك انت؟ بخير. بخير؟ ايه. ما هو اسمك؟ سالي. ربحني ربحني. ربحك يلا هلا. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله تمام. ان شاء الله بخير. والله ماشي. وين بيتكم؟ بالمشهد. كيف الوضع هنيك؟ والله البناية مطقطقة من تحت من هي قال اخلوها فضوها هلا شوي. اخليتوها؟ اي والله طلعنا. وين عم تناموا؟ والله بنام عند بيت حماي شي بنام عند بيت اختي. يعني حسب بقى الوضع اذا في عندهم حدا بيت حماي ما بنام عندهم بنام بيت اختي. كم ولد عندك؟ اربع بنات بس اربع. اربع بنات؟ الله يخليك. الله يسلمك. هدول الاربعة؟ اي هدول اربع بنات. وانت اصغر وحدة؟ اي سالي. ايوه شو اسمك قلتي لي؟ سالي. سالي؟ ايه. الله يخليك يا الله. الله يسلمك. اربع بنات. وشو بتشتغل حضرتك؟ خياط. وين ورشتك؟ وين شغل؟ والله بشتغل عند واحد بالعزية. هلا ما عم تروح على الشغل؟ لا طبعا لا ما في. قلنا اسبوع يعني تقريبا. قلنا اسبوع تقريبا ما عم نروح. شلون؟ قلنا اسبوع ما عم بروح يعني. من وقت الزلزال؟ من وقت الزلزال من الاحد. سألني إلي أنا شاطرة. ايش تسألني؟ بس أهم شيء بالرياضيات ها؟ اه؟ أهم شيء بالرياضيات. أهم شيء بالرياضيات؟ إيه. يعني ايش بدي أسألك بالرياضيات؟ إيه أنت مش أسألني بالضرب بس مو بالزائد، أنا الزائد أسهل منه ما في. لا؟ إيه والله. زائد سهل؟ إيه كثير. وأنت أنا صف؟ ثالث. ثالث؟ إيه. يعني جدول الضرب لوين وصلانة فيه؟ السبعة. يعني أكيد؟ إيه. يعني أربعة ضرب بس فيها شوي مثلا فيها شوي خربطات. أربعة ضرب أربعة؟ أربعة ضرب أربعة؟ بس أنا أفكر 16. إيه هلا. برافو عليك يا شطورة. طيب. أي 500,000 الله يرزقك. مقدمة هدية من برنامج الناس لبعضها. الله يرزقك. أشوفك أنت على الفيس. أشوفك أنت على الفيس. ولا فوديوهاتك حلوة. أربع بنات بيستاهلوا منا. الله يرزقك.
كمان 500,000 تانية، مليون ليرة يا الله. مقدمة من برنامج الناس لبعض الداعمين. هي بدون أسئلة، بس كون سألتها خلص ربحت هي. لا سألني ما عشان خلص سألنا. شكرا كثير لك. الله يخليك يا الله. السلام عليكم. يا رب يا علي شوف عبدك وجبرته برضاك Oh, oh, oh.